والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. نتابع أهم أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكراً ريهام الديب، شكراً يوسف عبدين، وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تحرص على عقد اجتماعات دورية مع الغرف الصناعية المتخصصة بهدف الوصول إلى رؤية واضحة لدفع قطاع الصناعة. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي مع وزير التجارة ورئيس اتحاد الصناعات لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة. كما لفت مدبولي إلى أنه يتم التجهيز لرؤية دفع قطاع الصناعة لإعلانها بعد التوافق مع المتخصصين، وذلك في المؤتمر الاقتصادي المرتقب. وشدد رئيس مجلس الوزراء على تطلع الحكومة للتوصل إلى خريطة طريقة واضحة لدفع الصناعة الوطنية وتعميق الصناعات المحلية وتعزيز الفرص التصديرية لها. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسماً توضيحياً تحت عنوان المشروعات القومية الكبرى تجبر معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من 30 عاماً. رصد الرسم التوضيحي مؤشرات زيادة فرص العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن من أهم المؤشرات هو تراجع معدل البطالة خلال هذا الربع مسجلاً نحو 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثاني من عام 2021. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا استعرض خلاله انعكاسات التدابير الحكومية حول العالم لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة. وأشار التقرير إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية أثارت التساؤل عن مدى قدرة الأسر بدول العالم على تخفيض استهلاكها للتكيف مع تلك الزيادات. أشار مركز المعلومات إلى التدابير التي اتخذتها الحكومات لحماية الأسر والشركات والاقتصادات من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث قدمت العديد من الحكومات في الدول المتقدمة الكثير من حزم الدعم النقدي وغير النقدي. أما بالنسبة للدول الناشئة والنامية فقد تمثل الدعم على هيئة تخفيضات في نسب ضرائب الاستهلاك. أكد وزير البترول طارق الملا أن تطوير منظومة تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات بدأ منذ عام 2016 من خلال الرؤية الكلية لبرنامج التحديث والتطوير، وحقق نتائج متميزة عاما بعد الآخر. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة لشركات القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالي الجاري. وأوضح الوزير أن هذا التطوير يتم بالتكامل التام بين زيادة قدرات الوحدات الإنتاجية وتحديثها وتطبيق التحول الرقمي في إدارة مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات لضمان أعلى كفاءة في الأداء، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلية، وحقق استقرارا في الإمدادات. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 6 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 688 مليار و270 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9854 نقطة مرتفعا بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10010 نقاط. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2177 نقطة مرتفعا بنسبة 96% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة. وفتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3109 نقاط ليرتفع بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و39 قرشا للشراء و19 جنيه و46 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و31 قرشا للشراء و19 جنيه و40 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22 جنيه و13 قرشا للشراء و22 جنيه و22 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و27 قرشا للشراء و5 جنيهات و30 قرشا للبيع. أما عن سعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و15 قرش للشراء و5 جنيهات و17 قرشا للبيع. انخفض مقياس معنويات قطاع بناء المنازل في الولايات المتحدة للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر، بينما تستمر معدلات الرهن العقاري في الارتفاع، ما أدى إلى زيادة تباطؤ سوق الإسكان. انخفض مقياس معنويات مبيعات المنازل للأسر الواحدة الحالية والمستقبلية أكثر في سبتمبر إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2020، كما انخفض أيضا مقياس لحركة المشترين المحتملين إلى أدنى مستوياته منذ تلك الفترة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.